أهلا بكم سيدتي أو سادتي إلى حصتكم اليومية أجواء الصحافة. نتناول اليوم خصيصا موضوع تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى مونديال البرازيل. كما ذكرنا، الصحافة الإعلامية العالمية تتحدث عن تأهل الجزائر إلى المونديال، والإعلام العربي يهلله فرحا. تناولت مختلف المواقع والقنوات العالمية خبر تأهل الخضر إلى مونديال البرازيل بعد الفوز المحقق على خيول بوركينا فاسو بهدف دون رد من توقيع القائد مجيد بوبرا، وأشادت بالإنجاز الكبير الذي حققه الخضر وتأهلهم إلى رابع مرة في تاريخ المونديال. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية المشهورة التي تعتبر بين الصحف الرائدة في فرنسا: الجزائر سعيدة وستتواجد في البرازيل. وأثنى كثيرا صاحب المقال على ما حققه الجزائريون، وجاء في مقال الصحيفة: رغم صعوبة مهمة الخضر إلا أنهم فازوا في اللقاء وبلغوا المونديال كآخر منتخب إفريقي بعد كل من الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا وغانا. وقالت أوروسبور بنسختها الإنجليزية: هدف بوغرا يرسل الجزائر إلى البرازيل، حيث أشارت إلى أن الهدف جاء بطريقة لا إرادية بعد أن ارتضمت كرة باكاري كوني برأس الماجيك لاعب جلاسكو رينشارد السابق ساكنة بذلك الشباك. موقع جول هو الآخر قال: محارب الصحراء في المونديال وألف مبروك، حيث هنأ الموقع العرب وكل الجزائريين بهذا الإنجاز الكبير متمنيا التوفيق لرفقاء في غولي. موقع فيفا بوينت كوم قال هو الآخر: الجزائر تطيح في الخيول البركينابية وتتأهل إلى المونديال. وجاء في هذا المقال: استطاعت الجزائر تحقيق الفوز في مباراة الإياب أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد محققة التأهل إلى المونديال. مواقع العربية بداية بموقع ام بي سي الذي قال: هنيئا للجزائريين وكل العرب بالتأهل إلى المونديال. وأثنى كثيرا الموقع على ما قام به الخضر وأدائهم البطولي الذي كان في المباراة، وبذلك حفظوا ماء وجه العرب بعد خروج تونس والأردن ومصر من السباق إلى التأهل، من دون أن ينسى الدور الحاسم الذي لعبته الجماهير الجزائرية في التأهل. قناة العربية قالت: الجزائر تشرف العرب بتأهلها وحدها إلى المونديال. الجزيرة الرياضية قالت هي الأخرى: الجزائر السفير العربي الوحيد في المونديال. من دون أن ننسى موقع لا غازيتا ديلو سبورت الموقع الإيطالي الذي أشاد بالخضر وقال بعنوان كبير: الجزائر تطيح بالخيول البركنابية وهدف بوغرا يرسل الجزائر إلى المونديال. وتحدث كثيرا الموقع في مقال مطول عن الخيارات التكتيكية للمدرب البوسني وحيد هاليوليزيتش الذي أبقى كل من سفير تايدر وإسحاق بلفوضي لاعبي إنتر ميلان على دكة البدلاء. موقع المنتخب المغربي أيضا أشاد بالأداء البطولي للمحاربي الصحراء وقال أنهم هم سفراء العرب الوحيدين في المونديال متمنين لهم التوفيق. ياهو كذلك سبور قالت أن الجزائر ستكون في المونديال الممثل العربي الوحيد وبدورنا نحن، وفي الأخير متمنين التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري ورفقاء في غولي التألق في بلاد الصنبا، وبذلك يشرفون العرب. إلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.